المباراه دي الواحد بيستمتع بيها، بيشوف فيها كل حاجه في الكوره. اكيد اللي احنا شفناه النهارده منظر يعني ممتع جدا. بدات الاول طبعا هي المباراه على بتاعت ريال مدريد بتاعت برشلونه وريال، هو يعني المفروض مباراه برشلونه والحماس اكتر يعني. توقعنا في الشوط الاول كان برشلونه، وبعدين بعد كده ريال مدريد بقى استحوذت على الكوره في الشوط الثاني كانت الافضل، والنتائج كان باين 2-1 يعني لريال مدريد، لان هي طبعا تفوقت في الشوط الثاني، كان باين الذهول على وش ميسي في الاخر لما جت. يعتبر ريال مدريد سرق الماتش يعني، لان يعني النهارده الحكم بالنسبه لراموس كان المفروض يطرد من اول الشوط الثاني، خد انذار ثاني كان المفروض ياخده من بدري جدا، تغاضى عنه الحكم. الريال كان يستحق الفوز، بس الحقيقه الماتش ده ما فيهاش كوره من الكوره العالميه الحلوه. ماتش كان عصبي، فيه اعصاب بالنسبه للفرقتين. المباراة طبعا قوية جدا جدا، واللي لعب احسن هو اللي كسب ريال مدريد. يعني هو كان افضل النهارده بكثير. طبعا ماتش جميل قوي بالكرة الاوروبية، بس كنت اتمنى برشلونة تفوز. المباراة كان الشوط الاول كان برشلونة افضل، والشوط الثاني ريال مدريد قلبها من فوق لتحت. ريال مدريد كان افضل الشوط الثاني، ابتدى زيدان يستغل فعلا نقط ضعف برشلونة على الجناب وابتدى يلعب على الماتش. النهارده الماتش بين الاثنين يعني كريستيانو حط جون اهو، جون جميل جدا، بس ما كانش في حالته. ولا ميسي ولا في برشلونه، ولا ميسي ولا سويرس ولا نيمار في حالتهم خالص. الماتش يعني مش هو الكلاسيكو بتاع المره اللي فاتت، الكلاسيكو المره اللي فاتت احلى. المباراه كانت جميله جدا طبعا، انا اصلا بشجع الريال ورونالدو طول عمره عالمي. نفسنا نشوف الكره دي في مصر يعني، والتصوير ده برضه في مصر، حاجه جميله بصراحه يعني.